حط له على طول انبوله ادرينالين تعمل انقباض للدم على طول ويقوم مفيش اي مشكله على الاطلاق على الاطلاق. يا دم نازل جامد، دم نازل جامد. هو لعيب راجل داخل دراسه منتهى القوه. لكن يا حرام صلاح ورفاقه مساحات طيبة جدا ان شاء الله. من ناحية اليمين معينا سار، يا ولد يا لعيب، الونش داخل بمنتهى الرجولة والقوة، ورمي التماس من ناحية اليمين لصالح منتخب السنغال. وادي بونسار يلعبها طويلة اطول من لازم تطلع وتبقى رمي التماس لصالح منتخب السنغال من ناحية اليمين. رمي التماس هيلعبها بونسار، يلعبها صغيرة ناحية اليمين مرة تانية لسه ساديو ماني، ويا رب ما نشوف، مش عايزين نشوف. يلا بصلاح، داخل صلاح، داخل صلاح، هيحط على شمال، هيحط على شمال، حط على شمال. يلا يا سيد تريزيجيه يا ولد، هيدفع ولا ايه؟ شكله طالع، شكله طالع. يا طبعا ألف سلامة عليه، لكن طبعا بالنسبة لنا شيء جميل إنه لا يستمر في الملعب، لأنه لعيب من اللعيبة الكبار. ده ماسك الضمة، لا الضمة دي عقبناها شوية، اقعد يا عبد الشهر، اقعد يا عبد الشهر، صحتك اهم من اي مباريات. اذا عبد الجنه في الدقيقه 12 لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي اللي عنده 25 سنه ولعب 16 مباراه مع ميسي ومع نيمار مع العالم دي، ما قدرش يكمل، عنده الضمه، هيطلع. هنشوف مين هينزل مكانه. تغيير مبكر جدا، اللاعب رقم 4 وهو